حياكم الله في الجزء الثاني من دهن العود مع سعود على ليالي الكويت في تلفزيون دولة الكويت، ويا مساء الشنيالي ومساء القصيد والعصيد. أغلب الشباب حتى بنيات هذا الوطر على قولتهم وطلع التالي ها؟ ليه قلت شنيالي كني سابهم؟ شنو الشنيالي؟ ما يعرفون الشنيالي. شنو الشنيالي؟ يعني اسأل أهلك أهل فنطاس. نعم. ما حد يسوي نفسه. ايه. مو أجامل ولا دعايل. أهل المزيعل وهما ضقته يعني في كل مكان. طبعا أنا كبيرة وضايقة خالاتي وحني. طويل. لكن المزيعل لهم تخصص خلطة سرية ما حد يعرف. حاولت أعرف ما أعرف. الشنيالي ايه. والعصيد نعم ونعقيني ايه. ما مسكت الآن مسكت الكل ايه. أنا نشأت تمويمتي الله يحفظها لي تذيش تقول تقول أحط في فلفل أسود الشنيالي يحطون فيه يبتهرون شو فلفل وتمر ها ايه ما يعرفون ايه. العصيد شيء عجيب الشنيالي وهل الفنطلاس نعم طبعا الفنطلاس فيها المزارع فيها دكان سعد الحقامي يطري علي لي لي واحد عند باصات السيد دين قال له أمين نعم يبيع كان قيد لا رحنا نشتري قال ما عندكم فلوس أبالك يعني يقول لا يتشذر لا لا أنت على الله ماشين البركة نعم عطنا شري شري أمين ولا سعد الحقان وين الفلوس ما عندنا قيد على أبوي الله يفتش دفتر ويقيد نعم خالتي الله يرحمها أمينة قال للصغير عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة الله عليه تافنة أمينة خالتش تصير اي وخالة الفنان الكبير نوبة قال لي سعد الفرج يعني ابو بدر ولد خالتك ولد خالتك ونعم طرى علي لانك قصيده تقول سكت الباب امينه هدوتي ما تبينه راحت امينه بتجهز حق بنتها ساره خالتي امينه بتجهز الله يحللها هذا عبد العزيز نعم لانه صغير ما تقدر ولو انه لو بتخليه ماكو خطوره عثير يا تقدر تهده تخاف عليه الريال تخاف عليه في وجهه هذا وتروح عند يدتي رحمه الله عليها ام سعد امي عائشه تروح المرقاب وتقعد لها يومين يعني على ما توصل لما تقطع كبدها من الطريق يشيل ويشنخ شو اسمه هاللوري فيها اي احمد الفريين رحمه الله عليه فيها الطوانه والريش مالت الخضره نعم. نركب عندنا وين نسكت درجه اولى الله ولا سمعت ويوم يتروح تشري حق رحمه الله عليها ساره وقاضبته كل ما وقفت عند دكان بالديره سوقنا بالمرق بسوق الديره قالت عندك قسطور ولا قذيفه الحرير قسطور اللي هو مخمل ايه ايه الحين يسمونه مخمل ايه حتى الخام بعضه يسمونه جوخ مو جوخ هذا احنا نسميه جبن خامات وايد عندي اساميها ولا يدرون عنها الحين ناسين اصلا نعم قالبته وتمشي وتسولف وكل ساعة تنشد قام انفلت منها وقام يركض قبلها كل ما راح حق دكان قال عندك بسطور ولا قذيفة الحرير حق اختي سويرة فضح سويرة بتعرس وفضحت سويرة الديرة كلها درت ان سويرة القروية بتعرس ويركض عندكم بسطور ولا قذيفة الحرير حق اختي سويرة قال لي يبا عندي حق سويرة وغير سويرة نعم انا قاعد مو بس حق سويرة انا مبطل دكاني حق سويرة يضحك الكواشيت اللي يجون حق الفنطار اللي هم الحضر هالدير الحضر نعم إيه. كلهم ليوم كلهم شروا بيوت عندك الرفاعي نعم رحمة الله عليها مطالب الرفاعي عندك الشلفان نعم عندك هذا اللي حي ما شاء الله ولدهم قنام الديقان نعم عندك نفيسي والرومي نعم نعم وايد من الأوائل اللي بالكويت نعم. لأنهم يلقون هي ماكو طبعا سفر انسى تالي شوي شوي بدأوا يروحوا اللي يدرسون في بغداد ويدرسون في لبنان مصر
هذين تو تفتحوا يطري عليك يضو يلبسون بوالطو كوتات برد في مصر يلبسون بوالطو. الحين وين؟ ما حين حتى الدول الباردة أساسا نمثلوا تصرف. خالتي أم محمد يعني تسولفين عن ذكرياتك وعيشتك الحلوة مع أهلك وخوالك في قرية الفنطاس. فنطاس نعرف عنها أن فيها فنون رجالية، أرض العميرية والبحرية ولا البرية، وعندهم بعد هلم جيلسي، وعندهم بعد يعني الريايل والسامري مسكت هم هلا بلاكة الحريم. أنا أسمع أن عندهم الروشاد يروشدون، يقولون هذا فن حريمي. مانقال تروشد إيه مانقال اللي هناك بس الأساسي لنزيعن يقولون الروشاد. الروشاد هذه سمعتها توه. أي نعم إحنا كله التروشد. التروشد من أمي التروشد. أي شنو التروشد اللي بالفنطاس؟ التروشد حق قبل العرس. نعم قبلها بثلاث أيام. يا سلام. أي نعم شوف شلون والحين والله رملتش عليها. أي ويطق التذاكر ويروح ما شفنا عروس ولا ما نسمع لهم. نعم أول لا. أي تعال شوف والعروس مو مثل الحين. الحين بعد يحطونها ولا ما حد يشوف هالعروس أول. نعم. كسر على البيت يبي يشوفوا العروس. حتى بالروشاد ما تحضر؟ لا ما تحضر. أهلك المعرس. المعرس كذا مع الفنطاس. أي نعم تقولون شو يقولون في الحريم؟ يقولون صلاة الله على من عرجوبة. يا سلام. إلي سبع السماوات صعدوبة يا محمد يا مسمى قبل يونس. صلاة الله على من عرجوبة. قال على طارات ولا صفق يصفقون يعني؟ هم أكو شيء قال على طار. إيه؟ وأكو شيء صفقة. نعم. ويردحوني في اللول الشعور. ما طبها. إيه؟ لا شامبو ولا ثير ولا صابون. صابون وش قلهم؟ أنت صغيرة بس ما تذكرين اللي كانوا يروجدون من هي يعني يقولون شيخ الفهيد. اسمع شيخ الفهيد. شيخ الفهيد. بنعت. عدل. بنعت يعني جودة. إيه. هي على قولتهم. يوم خالتي أم سعد الفري سوت حق خليفة لأن العود. الله يحلل. سوت إيه. محامين الكبير. إيه. نعم. سوت شفته هذا شفته. روشدو حق خليفة الفري. إيه. إيه. والرأي قبل لا سافر يطري علي راح السفر والقوس. قبل هذه السفر والقوس أنا ما لحقت عليها تسولف أمي. الصدق من يروح المرأة شو تسوي؟ الفراش ما تنام عليه عقبه. من يروح تطوي فراشها لين على دور الحول يرد تقول ما احط راسي على المخده وابو فلان مايه الحين طق تذكرتها صوت وين عندي هو هو رايح يستانس ولا قاعد تطوي الفراش. نعم. والقطره اللي يلبسها والقحفيه معلقين تحطهم حد الرياع اللي ينفجع لانه ما يفقد ابوه. تسحب مسند تنام على المده. تنام مع عيالها تنام بالليوان تنام في العريش. ما تفرش الفراش بس من يروح عطوته. الحين في سنة لكن الصراحة قلة. نعم بس الأول. نعم وجاهدوا. أي نعم كده الكادون أخت الراقون يقولون بالأمثال عسل مسنع ما يموت ولا عسل مسنع ما يميل. أبنشدك أمي أمتي الغالية أنت طال عمرك تتابعين هالمسلسلات وهالتمثيليات وقلتي لي قبلنا نطلع على الهوى يا وليدي يا سعود أنا ساعات أنقد وحمق على هاللي يكتبون المسلسلات خاصة الشعبية التراثية. دائما خالتي أم محمد يعني يطرحون أن اللهجة مالت أهلنا البادية واللهجة مالت أهلنا الحاضرة. أنا بس معك أنت سمعت أن لهجة القروية غير القروية. القروية هي هي اللغة العربية الأساسية. شلون؟ إيه؟ يعني إحنا بالمرقاب نقول دياي يا هالدير الحضر. نعم. ما يقولون دجاج. إيه نعم. إحنا نقول هني وما يقولون هنا. نعم. نقول كيو وما يقولون كجو. الله. يعني في كلمات بس أهم اللي ينطقون وحصى نقول صخرة وما يقولون حصى. يعني حتى عندنا بالديرة أهل الجبلة يقولون شكر إحنا نقول شكر. نعم. المرقاب بعد فيه اختلاف. إيه. يعني معناته الكويت صغيرة بس فيها ثلاث لهجات. إيه. عدل. إيه. بدو حضر وقروية. إيه. أنت تأكدين على هالنقطة يعني. إيه فيه. نعم. إيه. كلهم. إيه. ونعم. رجاجيل رياجيل ورياجيل. إيه. عدل. وين. إيه. وين جيتوا. أي نعم. يعني ما يقولون يوم جيتوا وين جيتوا. إيه. شنو وين جيتوا إحنا أول نقول. إيه. وين جيتوا. نعم. وين جينا جينا إحنا. نعم.
إيه؟ زين خالتي مو محمد الحين الريال بقى يشكر الريال على فعل سواه، يقول عساك على القوة يا أبو فلان. نعم. بيض الله وجهك. نعم. يعل عمرك عمر، يعل عمرك طويل، يعلك منصة. نعم. قبل لا رحنا احنا وزعنا صغار الحسة. نعم. وبعد ما أبوي ثمنوا بيت المرقاب أمي الله يرحمه عاد شرب بقس ودامه. نعم. رحنا البصرة. الله. استأنسنا في بغداد. اي نعم. ورحنا بس هذا اللي عندنا، عندنا البصرة هذا اللي مقربين لنا. اي نعم. ما عرفنا هالدول على دياب. ورحنا الحسة. لا يينا قالوا حي الذي زارني وحي الذي جاني وحي الذي على الذي النوم لهاني وحي الذي لو يبي عيني رخصت بها، وين الذي الربع يرخص بالعيالي مني يرخص بعينه ما حد، ولا يينا نطلع قالوا يعلها لكم عادب جاه رب العبادة. نشكركم على مشاهدتكم ومتابعتكم، كاننا وياكم من الحيين، نلقاكم الأسبوع الجاي، أمناكم الله.